بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. والكيم دوكال إذا لم زرم دي ناصير داخل نتمور ناصي برا نتمور تك تلفزيون تزير ستمازيغ تويس ربعا ذا ونين يسلم دوم قرار بفلاون مرحبا زي ونكيذنا التيكال تجديد تنثيم ليليث نالجمعة أيثما أيسما أسو بإذن الله تعالى نجب الذوال في جل الموضوع نتان الحضور المجتمعي للمؤسسة الدينية متان عنايم دوكال المؤسسة الدينية متى الدور من الجامع كحارب من التطرف الدور من المرشدة الدينية من نزمر أي مدوكال كسقسنو إن قورا أي أغرن ينجح نوعا ما التعليم القرآني يسقسينو ديسقسين نظن نظن يجو في اللسن فضيلة الدكتور محمد إدير مشنان. مرحبا بك فضيلة الدكتور بشي يحفظ أمي قبل العرض تنا. يعطيك الصحة أستاذ فتحي ومدك شي ذا غن كشكر خير الله في عرطية وحري شيء يقس عن القيمة يقس عن نزال ربي يحفظ سحلا نيني فضيل الدكتور الحضور المجتمعي للمؤسسة الدينية أنظري وسائل الإعلام مطاس تاري المؤسسة الدينية كان نغسن مثلي ذا شوت المؤسسة الدينية ينقصد مثلا نيني ينفر جنة. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي في شبيح النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على سيدنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا رسول الله. ونحيي كل ذي غادي يتفرج من كحري شيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم المؤسسة الدينية تلاقي المجتمع كني لا ننسى كيف المؤسسة النطنين لأن المجتمع قلت زير المجتمع المسلم. شعب الجزائري مسلم. الدستور الجزائري قارد بلي الإسلام دين الدولة. الشعب الجزائري يقبل الإسلامية قبليث. سيد دوسان إمدوكال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابين غرضيين ناند سكن الإسلام الجدود نقبل أنت. فيقول الإسلام الدين المجتمع الدين الغاشية الدين مغارا يرقاز عند الشباب ولهذا يقول الدين ديون العامل يقسى عن خلال الأهمية قارن باللي فضيل الدكتور باللي المجتمع أنه يقبله لغة وسيد وسيستسي برا ما عدا عقيدة التوحيد ورقبيل كراكويس كل الحواج يديوسان برا الجدود نغور قبلنا رنشتية أين يقبل فقط سوى الديني الإسلام سوى لا إله الله محمد رسول الله يقبل ماشي فقط قبلنت وخدمنت ونصرنت والصوت تغثمور الناطنين غ الشمال والصوت تغثمور الناطنين غ الجنوب يعني ماشي قبلنت كان قبلنت سيد زران بلي ديني لها أنك ماشي نشتيا وذي تغمير غرنا كان لازم نصيوت غثمور الناطنين وذي قلت زير على الناس المؤسسات كزيك بنان الجوامع الجوامع قلت زاير بنان قلعاد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الجامعات الزوايا المدارس القرآنية قوس يديك شم القرآن للصحابة إلا ونشتيا الجامعات قبقايث قلت لمسان قلت هرت قلت قوس يديك شم الإسلام هنا العلماء مؤسسات الفتوى مؤسسات الوقف. الدين مؤسسات الوقف ويكيد المؤسسات الدينية بدو تيد قل جامع حشم هذه المدرسة القرآنية حشم هذه الزوايا حشم هذه المكتبات الوقفية حشم يعني أين يخدم الدين وكيف على الناس عند المؤسسة إما ذي البنيان العبادة يخدمنا نشتري وكيف المؤسسة للقضاء زيك النية كل حاجة إلا يسعى لارتباط الدينية ولكن زمرة دينية باللي المؤسسة الدينية توسع نقص عن خلال الحضور رثفت كل منطقة الجامع ربما نكون نسعى للجزائر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ولكن ربما لو كان نبغى نسمع الاسم النطني تقول وزارة المساجد لأنه ربما باش نزر باللي المؤسسة الدينية تحتر وثلاق المجتمع الجزائري لو كان نروح على بعض نتوذرين بعد نخلى كان البلديات النائية وانظر كان تدرت في بعض داغن في البلدية ربما تصفت البلدية قوش ولاش ليكول المدرسة
تصفت ربما البلديه نيغ الدائره نيغ الدارت هكايا وكاشين ولاش البلديه يعني المقر البلدي ولاش المستوصف ولكن في التصفطاره قلت الجزائر وكيث فالدارت كاش ولاش الجامع. انا سمعت راني نفهموا فضيل الدكتور باللي سحالا مسلاي في المؤسسه الدينيه يتروح البال مباشره للجامع. نو الجامع هو الجامع انت اكبر واوسع مؤسسه دينيه. ولكن لو كان نزرت وراء وزارة الشؤون الدينية نعم هي وزارة السيادة تساد الحكومة ولكن هي مؤسسة دينية لأن تساد باش تنظم الشأن الدين. لو كان زرت مثلا المعاهد لتكوين الأئمة تنتورا نسعى أكثر من 13 المدرسة لتكوين الأئمة فهي مؤسسة دينية. لو كان نزر أو الزوايا يقلان الشمال الجنوب الشرق الغرب وسعى الدور ذا مقرن التاريخ ورث ورثه المؤسسه الدينيه. لو كنا نزور المدارس القرانيه ولاش تقريبا الجامع قاشو رساله المدرسه القرانيه لانس داغ المدارس القرانيه مستقله يعني حب يقول بنيه نسن واحد سيدا غند المؤسسه الدينيه الاوقاف الحبوس يقلان في الجوامع يقلان في المدارس يقلان في التعليم القران في داغ المؤسسه الدينيه لانس خلال المكتبات المكتبه وقفيه ديال الوقف المراكز الثقافيه الاسلاميه المراكز الثقافيه هي كل المؤسسات الدينيه لان خطا حتى مراكز البحث في العلوم الاسلاميه هي المؤسسه الدينيه فانشتي وكذ يكشم. ولكن لو كان نسقسي عند المؤسسه الدينيه رانا في كل منطقه ديال الجامع كل جامع قلت مدينه تصفت الجامع قلت درت تصفت الجامع حتى ما تكشم طغ المحطه الراحه لي بومباي سون تصفت داغن علن دينا الجامع لانه مدن وحداج تروح طغ المطار تصفت الجامع تروح طغ السكال محطه السكه الحديديه يعني نقل المسافرين تصفت الجامع يعني المصلى. معنى ذلك الجامع يعني يحترق قولاون الجزائريين الجزائريه ولهذا زر اما كنا ونزمرنا نضغط نغم اي انطيق واش اروح نتفنى راه ديالنا الجامع. واش دائما قارض فضيل الدكتور في بيوت اذن الله ان ترفع والنيه لا يخذ من الجامع اخا من ربي ترفع يعني نعم ان نبنوا الجوامع باش الجامع يبنوا المجتمع، المجتمع يبنوا الجوامع ومن بعدك الجوامع اللي تساهمن باش يبنوا المجتمع. بارك الله فيك فضيلة الدكتور. كان نزر الغرب مثلا السيخ سير شان الاصلاحات المنظومه التربويه ينا لازم نر المدرسه هي المجتمع يدرى اسوان زمرني انيني لازم نر الجامع هي المجتمع نغ الجامع اثين المجتمع فعلا نكون حتى المدرسه تزرت وكان نزر الجزائر خير لا منطقة الجزائر المدرسة قناش المسيد. المسيد أنا سيديونا المسيد المسجد. هو تحوير لكلمة المسيد المسجد المسجد المسيد المسجد المسجد ومن بعد يقول المسيد فحتى المدرسة الأصوليس لا الجامع لأنه الجامع كزيك ميد دبنا تسمى مؤسسة للتعليم ولكن ترى التعليم يتطور زيك تخصصات كذا لازم تسيني المؤسسات. المدرسه ما تقول غير المجتمع تخدم المجتمع معنا المدرسه هي ثلها تخدم المجتمع. الجامع لازم ديلي في خدمه المجتمع. كني تزور طوال في بيوت اذن الله ان ترفع لكي ترفع. الله الله. اكيا. ف ولهذا الجامع ديما التاريخ التاريخ يبد ديما دي المجتمع نزرى باللي الجامع يصغر الدريان المجتمع صافت نكونيا الجزائر قبل الاستعمار لم يرثوها مازال تصفت الوشول مازال الاسنان اللي مازال الرضاعه وين سنتوي ما ولا نسن باش غادي نقل الجامع الجامع نعم بل الا كيرا زيكني كيرا القانون ونو نوارا دريات باش غارت عقبا ونوني مازاليت مازاليهن دلوشول ذي بسطوحن فتوجور يعني الا المجتمع ديال الجامع تدون كيف كيف تدون مع بعض
نزرق المجاعات الزوايا الجوامع بالدن المجتمع اي نسعى نشر العباد تنجمعنا وكذا الجماع ومن بعد فرقنت باش من الدن وتعيشنا للحيف يخشم دل الاستعمار غل الجزائر نزرى باللي الزوايا المساجد الطلبه هنا حرب الاستعمار اتذكرت مثلا الاستعمار الفرنسي الاستعمار الاسباني قهرن نقصوا فغن الاستعمار الاسباني قهرن قرنت تجيش الطلبه جيش الطلبة أرثورة قد تاريخ قل وثائق التاريخية قرناس الجيش الطلبة أني سيدو سان طلبة أني سان قل جوامع فالجامع يبدل المجتمع يستفغ الاستعمار ثورة التحرير المباركة خلى المساجد الزوايا خلاص يحتاجين يحتاجين تمورث جن الزوايا جينا ثولين غدار باش حرن تمورث والليمر هو فضل الدكتور أن الشل جوامع أرسن الدور مقر أما مثلا رمضان أنا في إفطار صائم إيه أنا نعم أنا في كسوة العيد أنا في كذا سهم العيد أي سوم توزعن في مدن أي الدور حقاني الجماعة وي دور من الأدوار وي دور من الأدوار يعني بيعقدنا باللي عبر التاريخ الجامع يبدي مد المجتمع لأنه الجامع يزرب اللي من يثدي بنان المجتمع وكما شيء المجتمع تقول أس الجامع إذا المجتمع يدي بنا نكيا يخدم الخير لازم أسر الخير من إيه؟ الأئمة الطلبة المشايخ العلماء اللي في دال الجامع وكي يقل الحال نعم نسعد ذاكرة يوث الفترة في بداية التسعينيات ربما ينحرف شوية الجامع في بريد ولهذا نزرق الفترة النيل لا نكرة غلطني سوا غلطني يسايس ندان فيروس يسايس ديكا يقول لي خير المساجد ماشي كي خير بعض المساجد كان ضد المجتمع فلان عباد فوق المنبر تنادين باش نصدر من المجتمع باش نقيم ضد المجتمع ومن بعد تستدي الفترة لازم الجامع ذي قل غبريد ففعلا الجزائر تخدم المجهود دم قران باش تسر او كل جوامع غبريت باش تسرق ويثغل الجوامع غير المجتمع ودي لا الجامع غبريد المجتمع غبريد والحمد لله رب العالمين نزمر دني نثورة باللي كل جوامع الجزائر كل منابر الجزائر بدنس ذي المجتمع ولهذا الليون الشعار في المساجد الجزائر وكيث قارن باللي الدين والوطن وجهان لعملة واحدة وهي حد يعني من يعني ويد الشعار الأئمة قلت زيرو كذا يعني العملة ذي صردية العملة ساعة سين وذمون بحالة فروخر كيف سن وفريون سين وفريون بيلوفاس للدين والوطن وجهاني لعملتين واحدة ذي العملة من وذم ذي الدين وذم النطنين ذي الوطن ده طائر يطير بجناحين والحمد لله رب العالمين الخطاب يقول لنا الجامعة ثورة الخطاب وطني خطاب ديني خطاب تاريخي وقت للمناسبة الوطنية نهضر في الوطن وقت للمناسبة الدينية نهضر في الدين الأئمة هضرنت في التنمية هضرنت في المحافظة على المال العام هضرنت في المواطنين باش تبذل النار يعني الخطاب والخطاب المواطنة ربما قلت لي الجامعة ربما ذي تصغير العبد خطاب المواطنة لازم ما تصوت 5 جويلية نهضر 5 جويلية لازم أو نوفمبر نهضر في نوفمبر وهي جزء من الخطاب الوطني ولكن خطاب الوطني هو خطاب المواطنة بالليل جامع أدي هضر العبادة دنين الطاقة الكهربائية لابد أن نقتصد الزكس وهي الخطاب الوطني ما دنين بلي أمن ونتبذير الأمان وهي الخطاب الوطني ما دين الشيخ الجامع أدي هضر الموظفين سنينين ما تحترم المواعيد الخدمه وقت ثلاث الشمامه وقت ثلاث فغم تصرون ديما تخدم كني يقوم الحال وهذا الخطاب الوطني ما تهضر قبل بدايه الموسم الدراسي الطلبه اكويث التلاميذ باللي هذا الصح حسن في القرايه هذا الصح حسن وهذا الخطاب ويكويث قرنات الخطاب الوطني ايوا شو لانه يصب في خدمه الوطن في النهايه يخدم الوطن يخدم الدين ونكون نغرى في الشيخ بن باديس في العلماء انت تقول انت الدفاع ديال الجامع المؤسسه الدينيه هي الدفاعيه ان من اعيش
عيشوا للاسلام وللجزائر. والجزائر ترى كاين بغى الائمه النقد العلماء النقد والناس اكاين الخطابين، خطاب الاسلام وخطاب الجزائر ان شاء الله. بارك الله فيك. حتى الشعب النغ يفهم يمارو شحال يزر الشل الافات شعب ميدن فغن وفي بريد كذا تنادي نقارن من الى الدور للجمع. نعم فعلا، لانه العبد ما وقت يقيم الازمه غني ذا ديرو حاضر هوني زمان في عون وذا غنزران ترى لا يث القناعه كل يست تقوي القناعيه. شنو القناعيه؟ هي سواء الائمه سواء المسؤولين في القطاع الشؤون الدينيه سواء الشعب سواء المؤسسات الناطنين. القناعيه اذا تقال تقرض باللي يقول الجامع مؤسسه من مؤسسات المجتمع. الجامع المؤسسه، المدرسه المؤسسه. هذا شيء لازم الجامع يتعاون المدرسه، المدرسه تتعاون الجامع، ولكن الجامع ولات تكسر الدور المدرسه، المدرسه وتكسر الدور الجامع. تعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى. معناه نزمر راني الافات هكي ماشي غير الجامع وحده. نعم، معاونا كذا افراد المجتمع. مثلا ثرى الجامع وزاره الصحه العموميه خلال المناسبات الحملات تروحون وزاره الشؤون الدينيه باش وزاره الشؤون الدينيه تسعوا دور الحملات الصحيه والوقائيه. ولهذا الجامع يتعاون وزاره الصحه العموميه في، ولكن ودي قرار بلي كسر الدور الصحه العموميه خطير. صحيح. تعاون، ولكن الصحه العموميه تعاون الجامع البعثه الحج وزاره الصحه العموميه البعثه يقصعان القدر ده مقران. الجامع ترى كمؤسسه، مؤسسات مجتمع، كالمؤسسه من مؤسسات المجتمع يتعاون وزاره العدل. ولكن نريد تكسر الدور وزاره العدل مؤسسه ذات سياده، والمسجد مؤسسه ذات سياده. يتعاون تم كتعاون، ماشي الشيخ راه قلنا هذا حكم قال العباده سيني العبد الحكمه في خطير. ماشي ماشي دور الجامع نغ الامام. الامام يتعاون مثلا العداله في الوقايه من الجريمه ومجالس الصلح، في مجالس الصلح لان تخلى القضايا قال المحاكم قيمت 10 سنين 15 سنه، ولكن حتى من كان العقال الائمه ذن جماعه المتخاصمين اذفرون القضيه ني وتنعون العداله. وهكذا وهكذا يقول الجامع كمؤسسه دينيه، مؤسسه من مؤسسات المجتمع وكيف تسمع وان المؤسسات الناطنين كل يوم يتاكد دازال يتاكد المعونه، ولكن ولاش المؤسسه نقبغان باش تكس ني غتسلغون تختزل المؤسسات الناطنين. نعم بارك الله فيك يا فضيله الدكتور. القيم نتمسلي في الجامع لان شامدا يعني تهم المسجد اذهيني المسجد الا اذا غيديويا الخطاب المتطرف. نعم تطرف تلغولو شامدا زونت زرعنتي الجوامع ومن بعد سي الجوامع نوفا مثلا الشارع كذا لان اذا قرنا لا الجامع يساهم باش ينغ التطرف كي ويسبيان باللي مشيد الدين مثلا ني في مسالته. نعم ترى زمان فرق الفتره الفتره ما هضرت باللي فتره التسعينيات لا كان البعض في اطار عالمي معين شي قطران فعلا لان ربما تفني مكان الجامع وهضر الهضره الخطاب متطرف والصوت الجزائر غير المحنه اللي غنسعدها وان شاء الله تتقى على ركض. ولكن بعد الفتره اللي يون رزمير يون رزمير ديني في الجامعه نشتيه. لانه لو كان نزرت وراء الخطاب الا كان الخطاب المتطرف، ولكن من هيك زمان الديني باللي قال الجامع قال الخطابيه. ولاش الخطاب المتطرف في الجامعة؟ ربما يتسلك بعض فضاء التواصل الاجتماعي. ربما تسليك فضاء الناطنين، ولكن ولاش ذيك الجامع؟ ولاش الامام الجزائر يدافع عن يدعو الى التطرف ولاش؟ بالعكس نزرب باللي الائمه الجوامع دفعا يون الثمن ذم قران من اجل محاربه التطرف. اكثر من 100 امام استشهدوا في العشريه السوداء
وثن من اجل الجزائر، لانه نندى لا التطرف لا الارهاب لا الدعوه الشر الدعوه السوء. والان الائمه الجزائر وكيت ربما تلينت المستوى الفكري المستوى العلمي المستوى الفهم جوري لا وفوق كل ذي علم عليم، ولكن لاش الامام الجزائر هذه بدن في المنبر وذي بدد الجزائر ضد الانسانيه يعني ضد القيم الانسانيه ولاش انشتيا. فالحمد لله رب العالمين الجزائر ثوت الى مستوى انه المسجد يقل يشم ديوث الفاميليا ثم قرانت الفاميليا الجزائر فاميليا الاسلام بل الفاميليا القيم الانسانيه. حتى هلا الظاهره فضيل الدكتور ان انزبراني فلس ظاهره صحيه الامام النغثوره أثين يقارق الجامعة أثين ديس الدكتور ديس ونيس عن الماجستير ونيس عن الماستير ونيس عن كذا يعني باش نرني نشجع الآئمة أنه ممكن إلا مازال أطورني من سن فعلا حقيقة لا ونشتهي التطور ملحوظ في المستوى التطورية حتى وشون الدنيا زرب للتطوري لازم نستعلك على القوانين. ولهذا اللي نتخلى الان رتب الائمه الى الامام المدرس الى الامام الاستاذ الى الامام الاستاذ الرئيسي الى الامام المفتي. لانه الا الامام المدرس يعني ونفتخروا نفتخريس لانه يسعى لمستوى تعليمي معين في المدرسه الجزائريه الزوايا حفظ القران الكريم كن يقوم سنن العلوم الشرعيه أزال السن والحمد لله رب العالمين. أنا ذا الأئمة المدرسين والطفل الجوامع، ولكن لا بعد ذاك الأئمة الدفون الجامعة فالثلاثة يثنى رتبة قناس الإمام الأستاذ وبعد ذاك هو الإمام الأستاذية يسعى الليسونس وبعد ذاك يسعى الماجستير فإلا ينصف قناس إمام أستاذ رئيسي س الماجستير إلا المفتش إلا المفتش الرئيسي من ساعة خير لا الأئمة قسعا ليسونس ربما نعلي مرة شحال عدد نسن ربما الإحصاءات كلن وزارة شؤون الدنيا، ولكن نكسنا خير لا نكسنا خير لا الشمال الجنوب الشرق الغرب، ولكن خير لا الأئمة يقسع عن شهادة الماجستير خير لا الأئمة يتحضر شهادة الدكتوراه خير لا الأئمة اللي قزال سيرثورة مازال الإمام الجامع يتزلس العباد يسعى شهادة الدكتوراه يسعى الفرص باش هذا يروح للجامعه، ولكن اتفق حتى المصلي يعني المجتمع شحال يزر الامام همو ادياس يسل وانت يرتاح. والان الحمد لله في تفتح الان ثقه قد الامام نعم، لانه يسعى المستوى الدراسي مستوى فكري مستوى معرفي ترى الائمه غارن نعم في القران الفقه الحديث، ولكن سعى خلال الائمه سعى خلال اهتمام علم الاجتماع علم النفس الاعلام التواصل اللغات الاجنبيه اسني نلاقيون الدوره ذي قدر الامام من الطلبه اني غار الالم دي الامامه يساديون لفد المانيا باش هضرن يون ينسين الطلبه هضرن الالمانيه مسرح يعني هضرن قلنا يعني وهمنا من ايوا شو خاطر لم طلبه اذا كهضر اللغه الانجليزيه كهضر اللغه الفرنسيه الى غير ذلك من المعنى فيه تفتح. ولهذا نزمر دنيني باللي مازالت لا خير للخدمه لانه صح. ثمره الجزائر والساعه المستوى ثاني كل ياس معنا لا خير للخدمه، ولكن لا الخدمه يكتشفوا خدمه وقلعت نهضر سوا في الجوامعه ولكن لا الخدمة ناطنيك المراكز الثقافية الإسلامية لأن الخدمة ناطنيك معاهد تكوين الأئمة لأن لا الخدمة الزوايا والمدارس القرآنية ثم الزوايا المدارس القرآنية سوف غنسد جيل من حفظة القرآن الكريم يسعى القيمة ذايق الجزائر وخارج الوطن ربما غير يمضن زوايا طاسي كلان كالصحراء كالشمال كالجنوب كذا انسيغيج النموذج فقط مثلا الزاويه المبوغني الشيخ سعيد قاضي ربي يحفظ ان شاء الله انا في يجد يا سي بشار ديال ويليس
يومي عادي دورني أغر القراءات القرآنية يجسي قسنطينة يجسي كذا، يعني إلا الجهد. إلا الجهد ثل النية ثل برنامج لي من أجل تحسين المستوى وتحسين الأداء. الجهد دي أنشتاو كثي عالد الثقة لأنا كني تصنيت باش الأمبارو يعني الأبنية الأمة دي وغني الليس لأنه تعدل الدورة الصيفية من أجل القراءة القرآنية يرقزون ثم يرخلت واحد يعني الفتيات أديوي غادي جدي لنا اللي الشهر نيغ الشهر دوزكن ثي الثقة صحيح بعدك كي لين ديد سندي لين ديد ويطني دوس قوسية إلى غير ذلك معنى ذلك والحمد لله رب العالمين في الآخر لا النتائج معنى ذلك أنه المجتمع يسعى الثقة المؤسسية يتراجعون خير لق المؤسسية هي لان بعض الاباء قنا كن كي مام التربيه ندرينو تصحري صاف التربيه ندرينو ولكن ما دي تربى هذه الدم الاخلاق الزاويه قال الجامع ربما تربينا خير وكني تربي انك بالعكس قديني قال الجوامع وقال المدارس القرانيه في التعليم التحضيري وشو قبل 6 سنين قبل هذاك الشيء من غير المدرسه لان خير لا مولان قال لك ماشي الدريانا كان يقول المدن ولكن الدريانا المدن الشيخ غير المرشدات الدينيه تاع معلمات القران الكريم ولكن انا كاين المدن الدريانا كنا قلنا غير المديث كوخا نخيل نتلوفا نتسو اداب الاكل اداب الشرب اداب الاستئذان اداب النظافه اداب كذا ان هيك قول الدريانا 5 سنين 4 سنين ولكن ماذا عندنا ما نعديان تقطاب لا غادي اسمك لازم ما نعدينا تشدنيني بسم الله ما لا نفوك لازم ادنيني الحمد لله قبل ان لازم انسلي فاسنا لازم قبل تشت لازم تزرط ومدكلي ونيغي ما نيغ ما يتشاني غوري تشرا ان اكس مكثنا قتلوا في الاخلاقي ربما الحياه هي كلش سريع كل سريع نبدا نفتشو فقلنا الصحريص مليح نكزري العباد انتفت من طبقة معينة تعدل عند سائق خاص يدير ينسن باش هنا وين هنا في مدرسة معينة لأنه وفان وفان الخير لأن خير المدارس في سبتمبر تقريبا اكتظاظ اكتظاظ لأنه مدنوك الطلب باش باش أضغرن ولهذا فالخير لا ولكن مازال نطمع المزيد ان شاء الله يعني صح. ان شاء الله كل يجوز معك سيدي ربي يعني غير كيا بارك الله فيك نمسلي في الإمامة فضيلة الدكتور نمسلي في المرشدة الدينية نعم لأنه إلا الدور مقر نعم. ثورة في المرشدة الدينية لن بلك إذا لش غرسن الحظ ولش غرسن المرشدة الدينية كل جامعة نعم. خصنا فهم الدورة كين المرشدة ذا شو الدوريس المرشدة ماني ستاس ماني ستفا يعني سي الجامعة سي أن مسلي في المرشدة الدينية نعم المرشدة الدينية ديوث التجربة الجزائرية تبدأ ولا شتمور تدي بدأ التجربة المرشدة الدينية قبل الجزائر سبحان الله إما ثزوارة توظف المتخرجة من الجامعة في رتبة إمام ولكن ولاش اسمين المرشدة الدينية ومن بعدين إلا يلفاد تسميه المرشدة الدينية وين شيء يسعى الأصول أصول القرآن الكريم ربي نادق القرآن الكريم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف إثل الأصل السنة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم ناد النساء وشقائق الرجال تلا الأثريس الأصوليس الحضارة حضارنا بنت إرجازن الخالات لكن نسعى المحدث مثلا الإمام الداودي رحمه الله المحدث نسعى أم الحياء البسكرية المحدثة الله الله لكن يقول الأمير عبد القادر الشيخ أبو عمامة المجاهد نسعى للا فاطمة نسومر المجاهدة فركع الجنرالات من فرنسا لكن نسعى خلا
يرجز ان يدي كان الحبوس الصدقه النفقات نسعى ذاك الخلاث نسعى للا العاليه نسعى للا مغنيه نسعى للا عشو خاوتنا الاباضيه معناها اوك يعني جميع المجال قوشي يخدموا رجاز تخدم اثنطول تغ تغ الثوره التحريريه المباركه كني نسعى العربي بالمهيدي ونسعى عميروش نسعى ذاك حسيبة بومبو علي نسعى وري وري دم الداد نسعى خير الله يعني زميرة راه نذكر النماذج بعد الاستقلال نسعى طبيب نسعى طبيب نسعى الوزير نسعى الوزيرة نسعى القاضي نسعى القاضية نسعى الإمام نسعى المرشدة الله وهي الاستمرار الاستمرار اللي أين قلنا القرآن السنة النبوية التاريخ نغيك بعد التاريخ نغيك يقرب ولهذا تساد الدوره شويه شويه للتاريخ خاص مدن وسينش تاريخنا خاصه شحال هذا سيني يجي الوقت تغهم تغم توثي بجايه احفظ الموطا نعم تغم توثي بجايه احفظ ألفية بن مالك نعم. مثلا تغم توثي وانت مسليش في القران الكريم لخاطر القران طاس يحفظ لنا زيسه القران شوف الا الامام ابو عبد الله الشريف التلمساني رحمه الله نعم الا تقريبا القرن الثامن الهجري تقريبا القرن الرابع عشر الميلادي ان ذاك شماغ بقايث مادام ثني بقايث ان قدو في غد حوالي 500 امراه تحفظ المدونه الله اش معنى تحفظ المدونه هذا العلوم الشرعيه معناها ثوت غلو الطوب من الدراسات الشرعيه لان العبد اللي تصوت راه المدونه حاشا ما يغرى القران حاشا ما يغرى الحديث هذا يغرى ابن عاشر هذا يغرى الرساله ابن ابي زيد القيرواني هذا يغرى سيدي خليل هذا يغرى كثير باش هذا معناها المدونه هي تقريبا الدرجه العالميه 500 بعد في القرن التاسع عشر الشيخ الحسين الورثيراني رحمه الله انتقيت ورثيران يعد بقيت يسعى الرحله يكشم أبو قيث داغني الناد وجدت أكثر من خمس أكثر من 500 بكر يحفظنا المدونة بكر إيه بكر ماشي الخالد كان بكار معنى ذلك أنه فيه استمرار معنى ديما ثم طيث غار قل زاير وثوت إلى مستويات علمية كبيرة جدا والمرشدة الدينية وهذا الاستمرار الاستمرار سوران الحمد لله الجامعة الجزائرية عام 1982 ثلا الجامعة الكليات للعلوم الإسلامية كذلك الجزائر العاصمة قسنطينة وهران أضرار باتنا ترى الأقسام خير للولايات كوش قلنت الأقسام من الشريعة الإسلامية سوفوغ نتد طالبات في الليسونس الماجستير الدكتوراه في الشريعة الإسلامية في هذوما بنات الجزائر غرانس ذايق الجزائر وفي الجزائر لانت مساجد الجزائر يدي بنا المجتمع فالجزائر تفكرت انك لابد ان ذي اللي يمكن الاستاذتين يدفعون طالبتين يدفعون الجامعه باش في ذنت المجتمع سلقرايه نسنت فيساد النظامي المرشده الدينيه المرشده الدينيه سعى اما امر رتبه الامام تماما ولكن سعى العمل الجواري تكوين الاسره تعليم الفتيات الفتوى للامهات لانه الناس كانت تلوفا سمطيث تحاول يعني ربما باش تفهمتوثا كم تفهمت تروحوا انت غير خامن تعدلن حملات الارشاديه حملات تطوعيه تعدلن حملات في التاهيل الاسري تشاركن في الحملات التوعويه الطبيه الثقافيه يعني خدمت الخدمه ذا مقرنت ولهذا المرشده الدينيه زمرد نينيش تون فالور اجوتي قيمه مضافه كبيره مازال نحتاج مزيد من المرشدات الدينيات ولكن تسقيم ديوث التجربه يقسى عن زاد يقسى عن القيمه حتى انه كان تمورا قل مشرق ذا المغرب مزارا تجريبيه يعني وين تجريبيه مثلا خدمني ساكني زوار الجزائر ثالوثي ولكن ماد نهضر في المرشدة الدينية ونتسارى يوث الفئة الناطنين قال ناس انت استاذات التعليم القرآني. اه. إي
خدمني في الخدمة تم قرنت نهنسيث محسوبي صغرين الوشول بسطحن خصوصا ما قبل تم دروس نهنسيث حفظا القرآن الكريم وثقري ربما 10 سنين قرى زمرا قدينيا باللي حفظ القرآن الكريم وتعليم القرآن الكريم يار الخلاث قوة في التعليم القرآني غير الجازن الدوك هذا نفس إن شاء الله التعليم القرآني ندهي باش أدنيني الدور المرشدة الدينية بارك الله الدور الأستاذ التعليم القرآني في صناعة المواطن في تربية المواطن الصالح لأنه ممكن نعتقد كويت ويد الواقع أقشي شيئا ذا بسطوحة السيئة غير القرآن الكريم يلمذ الأدبية الإسلامية إن شاء الله في المستقبل هذه لي أنكادر هذه لي المهندس هذه لي الطبيب هذه لي ذا حرفية ذا الصانع ذا الناد ولكن الصانع يتشبع عنس القرآن يتشبع عنس الأخلاق هذه لي ذا حتى الجدود النغعيطاي وفضيل الدكتور سحال سلم ذا القرآن الكريم ماشي باش يفض الإمام غادي يفض كذا المهم يحفظ القرآن تيغرس الروح ني تيغرس القيم ني ومن بعد يخدم ما تيخص باش هذه لي المواطن الصالح باش هذه لي المواطن الصالح مسلي في الدور المسجد الخطاب المسجدي المسجد باللي يتحارب التطرف المسجد كذا كيف كيف كسوكس نوين كورا نزر كذلك المسجد الثاني غرس الدور مقر مكافحة محاربة الأمية محو الأمية ما يقارن نعم فعلا فعلا إلا يوند الجهد الدمقران يخدم الجزائر في محاربة الأمية وفي القضاء على الأمية مع أنه أن يرشي شال المقارنة قبل 1830 قارن باللي الأمية لشي تذي الجزائر لشي الجزائر الجزائر الاستعمار الفرنسي دي جال الأمية وهي تاركة من تاركات الاستعمار ولا نسخيل المؤسسات يخدمان وخصوصا المؤسسات وزارة التربية الوطنية خدمنا يعني زمرنا خدمنا ولكن الواقع قارد يقارد باللي وين يخدمن الدور ضم القران في محو الاميه الجامع ايواش خاطر الدوافع الاسباب تسوي نعد باش هذيك الاميه خصوصا غير مقرانا انت باش تفت مقر كذا قالك بغض غرى القران بغض تفغ المصحف هذا السنه غاد غرى ولهذا نزرع إمغارا ثم غارين قريت الشباب ذغن ربما سعينا للحظ باش أذغرن روح نغل المدرسة القرآنية إيوا شو باش هذا حفظن القرآن باش ولكن باش هذا حفظن القرآن لازم السنة ذغرن لازم السنة ذكثبن فأمشي قطرة المذن القراية المذن الكثبة حفظن القرآن الكريم وفغن من مجال الأمية إلى مجال المعرفة الله زمرك ديني وتي ديني غكية نروح ثوساد ومن بعد كنا نغرس زمرك تي ديني معليش الحجة التركية قلوا لي لين ورقلا تي ديني غير وشو لأن ديوث نسد المجاهدة قلوا وقت الاستعمار ثبت ضد الاستعمار قل جهاد بعد الاستقلال ثبت دغند الجزائر تخدم وثغرارة تروح باش تحفظ القرآن الكريم في المدى صغر في المدى القراية الحروف السنة صغر ثورة فحفظت أزقل القرآن الكريم تساد قيوث المسابقة النشوية للقرآن الكريم تساد الدرياس الدريان الدرياس الله يعني الله. دوي ذي وشي تتنافس الدريان الدرياس لانت قل المتوسطة تمنت جدة السن ولكن ثوي ذا الرتبة محترمة ذات لأنه أنت ويدي تأهنسي ويدي الديوان المرتبة العشر الأولى هذه انت ثوت المرتبيه فنفرح يس مليح واحد العام يني عامين دوزكن نروح ورقلة نسن بلي سنخت السنيه انني داك نوي السيد زرتي في المفاجاه واش نوي وطني نوي نروح الحجه التركيه قيوث المدرسه القرانيه قيون الجامع دينا قوينين ورقلة نحيي غوكيد بالمناسبه صوت الحجه التركيه نفرح كذا نفرح كويتيس داش المفاجاه نانيت الحجة تركيا حفظت كويس القرآن الكريم الله أكبر غارفيد عن ظهري قلب ما شاء الله عن ظهري قلب والآن
تعدى المرحلية أثناء تغال القرآن الإجازة. الله. نعم، تسوي الإجازة في رواية ورش عن نافع. العمر يصحش المجاهد اقل حاجه قال عمره 81 سنه. الله الله الله. ولكن مازال الحمد لله تسفينا لك، ولكن يعني اقل حاجه قال سكوسي اللي عيد الاستقلال 56 معناها احسب معناها يعني 80 سنه اقل حاجه قال عمره معناها شوف ذا شي خدم. ولهذا المراكز الثقافيه الاسلاميه، حلقات القران الكريم، حلقات الزوايا، ويكون يخدم محو الأمية وأعداد كبيرة بشهادة وزارة التربية بشهادة تبع الشأن تاع محو الأمية قارن. والحمد لله في ويض الإنصاف قارن باللي يعني القطاع يخدم الخدمة ثم قرن محو الأمية، والقطاع المساجد، القطاع الشؤون الدينية، والحمد لله نشتيا ونقارن باللي نكونينا ماشي نكوني، ولكن الجمعية ثاني خدم الجزائر، يخدم ثامورث، يخدم الجزائريين، يخدم الخلاث يرقاز الجزائر. بارك الله فيك فضيلة الدكتور عطاسم ميدن. قال البلسن باللي الوزارة أتين تاري الخطب للأئمة، مع أنه الواقع يقرا لا. صح دكتور؟ صح. شوف في يوث الفطرة، يوث الفطرة في السبعينيات فعلا الوزارة المديريات تعاون الائمه الخطب. ايوا شو؟ ايوا شو؟ لانه مستوى التعليم، المستوى الخلة الائمه وروي طرغ المستوى تسرى الجامعه. فتصفتوا نحفظ القران نغسن شويه المباحث كي هذا ليد الامام المهم الجوامع وتغمينا هذه المون. فباش تسيدي الخطبه يقص عنك هذا المستوى الوقت اللي من باب تكوين ومن باب المرافقه سي تان كومبانيومون الى ائمه. فتعاون الأئمة في موضوعات الخطب وأيضا في الخطب. طيب في هذه المرحلة لأنه المجتمع يحتاج طريقي ترى الحمد لله وطل الإمام الجزائر كني تزوار طوال الأئمة يقص عن ليسونس، يقص عن الماجستير، يقص عن كذا يدفغن معاهد تكون الأئمة، يقص عن المستوى اللغة لاباس به، يقص عن المستوى الزوايا العلمية مثلا فرونك الزوايا العلمية معناها ثورة وروح دجنا راه نشتني خلاص، وروح دجنا خطا المرافقة راني خلاص تفوك ثورة. زمراك ديني مالا لانت 17000 الجمعة قل الجزائر معناها لانت 17000 خطبة يوسف تكش بها خطايط. ربما هذه لي موضوع مشترك تسوعين وقتت لمناسبة وطنية، مناسبة عالمية، يعني وحداجن باللي الجوامع الجامعة دي بد الجزائر نغض الإنسانية اتصفت ربما إلا يون الموضوع خلال الجوامع، ولكن كل الامام يعد الخطبه ينسوا حدث. اتفذ الموضوع ديج بصح المحتوى يمخالف. زي في بعض المناسبات ولكن سكاس كامل كون ينسى على الموضوع لانه اتصفت المشاكل اللي قلانت قل برج باجي مختار. ربما غير المشاكل اللي لينت قل ولايه تيبازا. صحيح. المشكل اللي قلان قل تيبازا ربما ماشي كيف كيف خنشلا ممكن الجزائر ثامورث القارة. قارة. ولهذا الإمام الأصل في الخطبة تسيلي معالجة القضايا اليومية أصحاب الجامع. قارة دكتور. فكل الشيخ يسعى الخطبة يعني الحمد لله. الجزائر قارة ودل الوقف كيف كيف إلى قفلة الصحافة. دل الوقف الشهداء نعم جنسي الجزائريين حاشا ما ذكر الدنيا إن شاء الله. بارك الله فيك فضيل الدكتور. نروح للتقوس ايضا يقوى والقسان وين الكره وسائل الاعلام الخطاب الرسمي المرجعيه. نعم المرجعيه يونسك المجتمع حموضه يعني اذا شفت المرجعيه كي المرجعيه الوطنيه، المرجعيه الوطنيه تمثلي متى؟ هي المرجعيه الدينيه الوطنيه كي المرجعيه. أيوة. الدينيه المرجعيه الدينيه الوطنيه. علاش المرجعيه الدينيه الوطنيه؟ المرجعيه الدينيه الوطنيه ديال الاسلام. الاسلام القران الكريم هو ربي، السنه النبويه هو النبي وشبيح النبي صلى الله عليه وسلم. وهي ان الدين عند الله الاسلام، والمجتمع الجزائري اختار الاسلام. اختار الاسلام دايما تفرثفك. القوانين الجزائريه اختار الاسلام، الاسلام دينه الدولة. إذن المرجعية الدينية الجزائرية عند الإسلام. شعب الجزائري مسلم. دين ثفرت فوق. ثم في فهم الإسلامية كنا نسعى العلماء
الوالدين لانزك العلماء، الجدودنا الجدود الجدود، لما زمان الصحابه التابعين تابع التابعين، الجدودنا كزيك قدينيه نعم لانت كرا الفرق كرا الاتجاهات كرا الاجتهادات، ولكن جدودنا اختار اي نفث للأمة وكذا، وهي مقارن اهل السنه والجماعه. نتحب كوث الصحابه، نتحب اهل البيت، سيدنا علي، السيده فاطمه، الحسن، الحسين، نتحب سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان، ونسعى الاقصاء. القران الكريم، السنه النبويه، الا ويا يعني قرناس عموما قرناس اهل السنه، يعني الاسلام تنقل المرجعيه ثم زواروث، ثم في الاجتهادات والمذاهب يعني الاتجاهات الكبرى اهل السنه والجماعه، ثم كوني لجدودنا كزي سعني لارتباط المدينه النبي صلى الله عليه وسلم. تحب النبي وشبه النبي صلى الله عليه وسلم زيك جدودنا ولا شخم بالجزائر النبي، وتحبين ال بيت النبي ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شخم بالجزائر واش ولاش اسم محمد صلى الله عليه وسلم. ولاش فاطمة هذا عائشة، هذا خديجة، هذا سيد علي، ولا انا كويت وغرنغ لالا امينة نعم لالا امينة اما وش بها النبي صلى الله عليه وسلم. امينة ذي يمينة ذي يمنة ويا كويت المحبة النبي صلى الله عليه وسلم اوقتي بغانا الدوين تشرعيث اوقتي بغانا الدوين العلم جدودنا غير مزورة تروحون غير المدينه المنوره. مني يوفان ديالنا سورتو الوقت الامام مالك، وفان الامام مالك رحمه الله لا يفتى مالك في المدينه. وين دل علميس؟ ساعة نزك الثقه وفان زدر كازي تقواد نربي يقسع العلم، الامه كتشهد باللي من اعلم العلماء يدفك ربي. فوين دل المذهبيس؟ قال وقت اني انا ميت سوره الجزائر نختار المذهب الامام مالك رحمه الله. مام قل إيمان كذا ودوينا كرا البدع دوينا أيني دينا ربي أيني دينا وش بي النبي صلى الله عليه وسلم دون تخريف دون تطرف دون كذا العقيدة أهل السنة والجماعة زمالة سيدنين ممثلة في أيني دينا الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه وذا طريقة في التزكية في التصوف في التربية الإمام الجنيد البغدادي رحمه الله. نكون يا سي نغار ومازال ثورة نغار ديما قارد في عقد الاشعاري وفقه مالك وفي طريقه الجنيد السالك وهي اذا المسار العام. لو كانت زرت الكتب لجدودنا غيني غران غيني صغرن غيني الفن غيني شرحن غيني صوتن ابن فنشتي حتى كالقران الكريم كالقران الكريم روايه نورش عن نافع والامام نافع قارئ المدينه انت قال المدينه النبي صلى الله عليه وسلم واختار الجدود نار الروايه نورش عن نافع. هذه سامح هذا المسلي بصراحه نورسان ويمضن كل مدة زرين قصه اذا غرسن وسائل التواصل الاجتماعي الشيخ مورت سي مورا سقسايون الشيخ غرنغ الامام واللي شي قاري زاليت روايه حفص ورواية أهل البلد يعني مرثني قارنس حفص. الشيخ إن المفتي يقين لا ويتلاقش الشيو الإمام لازم ما يغرس حفص النغ أي حبس ويصليش اسم الدن لخطر ثين يرش الفتنة يمدن كذا أنزمر أني نغرس الحق إمورتيس مدام قراءة أهل البلد كذا، لكن أنا في شم الدن خصنا فرضا هذا هيني رواية ورشة لا لازم حفص أي كس المصحف من ورش سجل الجامع أير مثلا مصحف حفص مثل يفر المرجعية شتغت مثل إذا أنتو رويني ذي الفقه المالكي هذا هيني ألا أديوي المذهب النظام أشو الحل في أنا أنتو رام كوني كني صنيت قثمور تقوش يعني 18 رواية حفص الأئمة مليحة يعني ماشي مليح لازم الظل سر روايه السنن يتسمورتني. ايوا. كوني قلت زاير نسعى الروايه نورش ايمن لازم هذا غرا نسى الروايه السنن يتسمورتي. ثم شيء اخر الروايه نحفص مثلا وانت الروايه يذكر الروايه السنه متواتره وقراءه متواتره صحيحه لا غبار على ذلك.
ولكن أثان قام نيس كرا المسلمين قال المشرق نيا قال المغرب نيا قوينا المهم الآن خير الله المسلمين قغانس الرواية والحمد لله يعطيهم الصحة لأنه حفظا وجاند للرواية ولكن الرواية نور شيء الأمة الإسلامية تعليت الأمانة غور نغن كنها صحيح لو كانت نطيع معنا نطيع يوث الأمانة الأمة المسلمين قل هند قل باكستان قل جنوب أفريقيا تكلم باللي يعني الجزائريين ذي المغاربة ذي المغرب العربي عموما لهنا يقحفطا في الرواية القراءة النافعة لو كانت نجمعنا الأمانة يغد الجانوية وكذ معنا نضيعت ممكن زمان دنيني وين غانس حفص سنيني حافظ على الرواية وين غانس الدوري السودان سنيني حافظ في الرواية وين غانس الورث أدينا حافظ وين قد فن المذهب المالكي أسنين حافظ في المذهب وين قد فن المذهب الشافعي أسنين حافظ لماذا باش نجد تناسق الاجتماعي والديني في كل مجتمع نعم فضيلة الدكتور محمد دير مشنان مستشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف ربي يش يحفظ تنميرت إن شاء الله هبرتت لي هو وضو شنزرة كذا إن شاء الله التعب إن شاء الله إن شاء الله عيث ما اسمع قلان وضي نقول الحصة السلام إن شاء الله متينا فضيل الدكتور محمد يدير مشنا نيتي وضو يذف ولون السلام إن شاء الله نخدم اسمه تنسلو بالخصوص ما تنسلو الختام نحافظ في المرجعية لان الأمانة غير نغثن مير ثيم الدكال قيم في الهند الخير التعب نظن إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته